أهلا بكم مشاهدينا من جديد. ملفنا الطبي الرئيسي اليوم هو عن التشنج الحراري، وهو حالة يتعرض إليها بعض الأطفال الصغار في السن ما بين 3 شهور إلى 5 سنوات، يصاحبه بالطبع ارتفاع درجة حرارة الجسم. حصول التشنج الحراري شائع، فيحدث لحوالي من 2 إلى 5 أطفال من كل 1000 طفل. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من الرياض الدكتور سميح غزال، استشاري أمراض أطفال ومدير مركز البحوث بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة السعودية. صباح الخير دكتور. إذا ممكن نبتدي بأسباب التشنج الحراري، لماذا يصيب بعض الأطفال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة التشنج الحراري كما هو معروف ظاهرة بتصيب الأطفال كما أشرتي من بين 3 شهور من العمر إلى سن 5 سنوات، وهي في الغالب أنها ظاهرة مؤقتة. هي كما يعني واضح من الاسم تشنج حراري، أي حرارة وتشنج بيأتوا مع بعض. نعم. وكما هو واضح برضو أنه الحرارة، حدوث الحرارة في هذا السن من العمر قد يؤدي في بعض الأطفال المستعدين جينيا أنهم يتشنجوا. فهي عمليتين، عملية حرارة لسبب أو لآخر، التهاب في أي مكان، وعدم تحمل الجسم لهذه الحرارة ويظهر بشكل تشنج. إذن يعني التشنج يعني هو عارض من أعراض ارتفاع الحرارة، سببه ارتفاع الحرارة فقط يعني. نعم في هذه الحالة، نعم هذا التشنج الحراري، التشنج في حالة التشنج الحراري هو نتيجة ارتفاع الحرارة. نعم. هل تكون درجة الحرارة مثلا تخطط 40 عشان يصير التشنج؟ لا على الإطلاق، هي في الغالب ما تكون أقل من 38.5 تقريبا، ولكن قد تكون 38.7 أو 9 أو 40، يعني ليس بالشرط أنها تصل ل 40 ليحصل التشنج. نعم. طيب كما أنه برضو أحب أني أشيل الخلط أنه مش كل طفل تصل حرارته 40 أو 39 هو حيتشنج. لا، هم بعض الأطفال في أي وقت يعني منذ إصابة الطفل بالحرارة قد يحدث هذا التشنج؟ يعني في أول 24 ساعة، بعد مرور 48 ساعة، هل في وقت معين؟ لا، في الغالب نعم، في الغالب مع بداية ارتفاع درجة الحرارة، يعني في خلال الساعة الأولى أو الساعتين الأوليتين. طيب دكتور، يعني مش بالشرط انها تستمر 24 ساعه. طيب تفضل. كيف الاهل يعني ايش اللي حيصير في الطفل؟ يعني ايش العلامات اللي قدامه انه هنا الطفل خلاص عنده تشنج؟ واذا تعطينا التفاصيل، اول تصرف لازم يعمله الاهل في هذه الحاله. نعم، هو في الغالب انه بتبتدي ترتفع درجه الحراره وبيصاحبها عطاس او زكام او كحه او اسهال او طيش، اي عرض من اعراض الامراض التاليه، وفي خلال وقت قصير الاطفال اللي عندهم قابليه التشنج بيتشنجوا. كيف يصير التشنج؟ التشنج عباره عن تقلصات في العضلات، الاطراف والجسم والوجه، وتقلصات متكرره متشابهه، بمعنى انه بهذا الشكل بتصير، بهذا الشكل، والعيون تنقلب إلى الأعلى، وبيكون الطفل تقريبا غائب عن الوعي. إذن هو عبارة عن تقلصات في العضلات الجسم، وغياب عن الوعي، وانقلاب في 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 طيب في العين نفسها. نعم. طب دكتور، مين هم الأطفال في هذه الصورة؟ احنا بنقول عليهم تشنج. تفضل. في هذه الصورة احنا بنقول عليهم تشنج، بس في شيء برضه لازم نفرق بينه وبين التشنج، وهو الارتعاش. يعني الارتعاش مع ارتفاع درجة الحرارة كثير من الأطفال بيجيهم ارتعاش. إذا كان الارتعاش هذا وهو عبارة عن حركات متتالية في الأعصاب، ولكن لا يصحبها لا انقلاب في العين ولا غياب عن الوعي. طبعا هذول ظاهرتين مختلفتين تماما. طيب والأهل دكتور؟ في الأهل لما يلاحظوا هذه الظاهرة، يعني أهم ما في الموضوع انه يعرفوا مسبقا او يعرفوا من الان انه لم تحدث وفيات ابدا، او ما في حاله وفيات مسجله اثناء التشنج الحراري. فهو لانه احنا دائما لما بيجوا الاهل على الاسعاف بيوصف الحاله انه احنا فكرنا انه بيموت او فكرنا انه يحتضر. فانا احب اطمن الاهالي دائما انه التشنج الحراري ليس سببا مباشرا للوفاه، وفي الغالب هو ظاهرة تنتهي من نفسها.
وبالتالي ما في داعي للقلق والخوف والتصرف بعصبية. الموضوع يحتاج هدوء. الطفل في حالة مرضية، طيب، عنده ارتفاع في الحرارة ادى الى تشنج، فالمفروض انه نتصرف بهدوء ونحط الطفل على شيء مسطح على جنبه اليمين، ومع حذف الرأس قليلا الى الخلف حتى ما يحصل تشوكينج او ابتلاع او دخول الاختناق. اي نعم. طب دكتور انت في هذه الحالة التشنج بيوقف لوحده، يعني لازم نعطي فرصة الى هذا الموضوع انه يتوقف لوحده. طيب دكتور، هناك بعض الاهل ياخذون الطفل ويضعونه في يعني حوض ماء بارد عشان يخفضوا الحرارة، هل هذا هو تصرف صحيح؟ نعم. ايضا الخطوة التالية، نعم، الخطوة الثانية بعد وضع الطفل في الوضع المناسب وحذف رأسه او ارجاع رأسه قليلا الى الخلف، هو رش الماء عليه، هي تخفيض حرارته، لانه مع تخفيض الحراره بيتوقف التشنج. بس تخفيض الحراره مش لا يعني انه احنا لازم نجيب ثلج ونحطه على الطفل، لانه هذا قد يؤخر تخفيض الحراره. تخفيض الحراره بيكون برش الماء على الوجه والجسم حتى لو من فوق الملابس، وازاله الملابس قدر الامكان عشان نعطي فرصه لتبخر هذه السوائل وبالتالي تنزل درجه الحراره. أيوة. ولكن برضو من الأشياء اللي أبغى أن الناس يعرفوها أنه التشنج الحراري في غالب يتوقف بعد دقائق من تلقاء نفسه، يعني ما في داعي للعصبية للمرة الثانية، لا، هو هتوقف من نفسه، وفي غالب في أكثر من 90% من الحالات يتوقف في خلال ربع ساعة أو أقل. أيوة. طب بس دكتور، ما في داعي للتقاء. نعم. المطلوب من الأهل برضو أنه بعد إذا استمر التشنج أكثر من 5 دقائق ساعتها لازم يروحوا على أقرب مركز صحي أو مركز إسعافي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. طيب بس دكتور، يعني كمان كيف الأهل يقدروا يفرقوا بين أنه هذا اللي بيحصل تشنج حراري ومش نوبة صرع؟ يعني لأول وهلة ممكن الواحد يعتقد أنه صرع. نعم، هذا صحيح. هو التشنج ليس، عشان أطمن الأهالي، التشنج الحراري ليس نوع من أنواع الصرع، وفي الغالب في أكثر من 99% لا يتبع حدوث صرع، إنما قد يكون الطفل نفسه هو عنده صرع وعنده تشنج حراري، والحرارة مجرد إنها حثت التشنج إنه يظهر أو حثت الصرع إنه يظهر. لكن لا يجب أن نخلط بين الموضوعين. التشنج الحراري ظاهرة غير مرضية تحصل في بعض الأطفال وتنتهي في سن معين. الصرع أمر مختلف. الصرع مرض نتيجة اختلاف أو مرض في الشبكة العصبية في الدماغ تنتج عنها تشنج غير مرتبط بالحرارة. نعم. قد يحدث أحيانا مع الحرارة، ولكنه في الغالب غير متعلق أو غير مرتبط بالحرارة، فلازم نفرق بين الحالتين. في الغالب التشنج الحراري بيأتي بصورة أن الطفل طبيعي جدا عصبيا ونفسيا وأموره كلها كويسة، بعد كده جاء حرارة نتيجة التهابات ما في جسمه، وفي غالبا في التهابات في الأذن الوسطى أو في أعلى الجهاز التنفسي، بيتشنج إلى دقائق معدودة. التشنج بيكون في كامل الجسم وليس في جزء منه. بعد توقف التشنج في خلال فترة أقل من ربع ساعة، وفي يعني الغالب في خلال دقيقتين ثلاثة، بيصحى الطفل وبيعود يمارس حياته الطبيعية، يعني ما بيتبع التشنج حالة نوم مستمر أو حالة اختلاف في الوعي، وبعد ساعة ولا ساعتين تلاقي الطفل بيلعب زي ما كان بيلعب في الأول. فهذه هي التشنج، صورة التشنج الحراري. ولكن في حالة أنه الطفل كان عنده نوع من الأمراض العصبية أو كان عنده في تاريخ مرضي بحصول تشنج في الشهر الأول من العمر، أو بدأ التشنج في طرف من أطراف الجسم وبعدين تبعه أو لم يتبعه تشنج في كامل الجسم، أو في استمر التشنج لمدة أكثر من 24 ساعة، عفوا التشنج أكثر من 15 دقيقة، أو تكرر في خلال ال 24 ساعة الأولى عدة مرات، هذا يعني النوع الثاني من التشنج، اللي هو احنا عندنا تشنج بسيط اللي شرحناه بالأول، وهذا النوع الثاني هو تشنج مركب. نعم. التشنج المركب طبعا بيتعب أكثر،
واحتمالية وجود صرع مصاحب احتمالية أكبر، ولكن برضه بيضل احتمالية حدوث هذا احتمال قليل. دكتور، في أقل من دقيقة، هل من تأثيرات جانبية للتشنج الحراري؟ هناك مخاوف من الأهل أنه قد يؤثر على الذكاء أو العقل الطفل أو أعصابه في الفترة على مدى الطويل. في الحقيقة لا، ما في عواقب للتشنج الحراري فيما بعد. إن التشنج الحراري ظاهرة تحصل الأطفال في هذا السن وتنتهي، ولم يسجل أن التشنج الحراري كان سبب في تأخر النمو أو إصابة بأمراض ذهنية أو عقلية أو عصبية أو أي أمراض تتعلق بصحة أي عضو من أعضاء الجسم. التشنج الحراري هي ظاهرة تحصل في هذا السن وليس لها عواقب فيما بعد. وأعيد أكرر أنه ما في داعي نربط بين التشنج الحراري والصرع، هذول مرضين مختلفين تماما. المريض اللي بيجيل اللي عنده تشنج حراري هو عنده تشنج حراري، قد يكون بالأصل عنده صرع وما ظهر ويظهر فيما بعد، ولكن ظهوره لا يعني أنه هو جاء نتيجة التشنج الحراري. أود أن أشكر الدكتور سميح غزال، استشاري أمراض أطفال ومدير مركز البحوث بمدينة الملك فهد الطبية التابعة لوزارة الصحة السعودية. شكرا لتواجدك معنا دكتور.